سافرت بلاتي بقاي معايا سافرت 7/12 ايه سافرت 7/12 36 ايه سافرت 3/19 الله يسهل عليك اخويا. مرحبا ان شاء الله نتمنى ولا شي فهادشي اللي بغينا حنا كاملين. عفاكم مشاهدي قناه شوف تيفي بارطاجيو هذا البث المباشر الله يجازيكم بخير. هاي الشابه المريضه بسرطان. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مدينه الدار البيضاء. سيده خجيه من خارج مدينه الدار البيضاء نواحي مدينه سطات. سيده ودموع ديال الام على الابنه ديالها، الابنه ديالها اللي مريضه سرطان المرض الخيب. وكيف ما كتعرفوا جميعا ان المرض ولا مرض السرطان فكيحتاج مصاريف كثيره بزاف، غير التحاليل ديالو راه غالي وغالي بزاف. يعني فهاد السيده هادي مسكينه ما عندها الحليل الرحيم سوى الله سبحانه وتعالى وخوتها المغاربه. خوتها المغاربه تايقت فيكم وتايقه فيكم، بغاتكم تعالجوا الابنه ديالها. هاي الابنه ديالها لان رغم السن ديالها ما فتفاديت انا نبين الوجه ديالها. فلا اله الا الله محمد رسول الله. الله يرحم لكم الوالدين. انا تقت هذا المباشر فعلا مع نهايه المنتخب الوطني المغربي باش كلشي يتفرج، باش كلشي يدير هاد السيده هادي في مثابه الاخت او الام ديالو، ويدير هاد الدريه الصغيره بنيته. بنيتكم ديروها، بنيتكم ديروها اختكم. اختي السلام عليكم. السلام عليكم اختي. منين نتوما منين؟ اش من بلاصه بالضبط؟ انا من جمعه فوكو. جمعه فوكو نواحي ديال سطات. حاولي لي الابنه ديالك كيفاش مرضات؟ كيفاش شحال عندها من سنه بعدا؟ عندي 11 سنة. 11 سنة من بداها بدا عدى 8 سنين. 8 سنين وهي كتعاني. 8 سنين كانت كتقرا مسكينه في المدرسة، حتى كيجيبوا لي طايحة من المدرسة. 4 سنين وهي كتعاني. 4 سنين 3 سنين اخويا. 3 سنين ديال المعاناة. 3 سنين وانا ديال المعاناة. جبتها للدار البيضاء، جمعوا لي مالين الدوار ديالي. أيه. جمعوا لي باش جبتها. جيت يعني الله غالب. جيتي الله كريم. جيت الله كريم. والحباب اخوتي باقا معاهم حاليا، انا كنعدي ومعاها عارفين المصارف ديال السرطان. تحليله كتخرج على غفله، تلفازات القلب بزاف، ما نقول لك بزاف تحاليل بزاف، مصاريف ديال التحاليل بزاف غالي اخويا. كل مره خصها تحاليل، كل مره تحليله، كل مره تحليله. كاين اللي كنديرها عاد في السبيطار، ما كتخرج هي تحليله، كتخرج هي على غفله على برا. يعني الدريه حبست قرايتها، يمكن حبست قرايتها مسكينه، ما بقاش كتقرا. كتشوف دراري صغار غادي للمدرسه كيبقى فيها الحين، كتقول لك ماما انا بغيت نقرا. حتى هي باغا تلعب، ما كتلعبش واقع، ما كتلعبش يعني. الضم بحقها مسكينه في الدار قاعده انت وحيده. انا كنخرجها حاليا، دابا كنخرجها باش ما تفكرش في هذا المرض. لا اله الا الله محمد رسول الله. نقول الحمد لله. الحمد لله على كل حال. ماشي كتقول كنتي كتشوف فيها المستقبل ديالك، كنتي كتشوفها بنيتك اللي غتهزك. الحمد لله هذاك الشيء اللي كاين يعني. با مريتا هو راه لا اله الا الله. ما عرفتش باش جاها سرطان ولا مسكينه جاها غير على. ما عرفتش انا في سرطان، بدات كترد الراس كتشد منه مسكينه وتنعس، كتكون باغا تخرج تلعب تجي تخشي راسها في المنطقه. هي سرطان فين عندها؟ فين قالوا فين؟ جاها في الراس. عندها سرطان في الراس. جاها في الراس مسكينه. السلسو ديال الظهر ديالها وما كتقدرش تتمشى. غادي وكينتشر. انت مهمتها. انا مهمتها، انا لما فرقت وليدي طرابيا درك ما كيعرفش. وا رب العالمين. وليدك طرابيا ما كيعرفكش، لحقاش انت كتجري مع اختو. ربي مسامح لك وحتى هو مسامح لك. بغيتي بنيتك تعالج. انا بغيت بنيتي تصح ونجمع وليداتي، وليداتي عاد والديا في جهه وانا في جهه. يعني تفرقتوا؟ تفرقنا. لا اله الا الله محمد. كنشوف الدموع، دموعك غاليين اخت. ديالاش هاد الدموع هادو؟ انا مابقاش عندي لا وليد، انا اللي شفت منك يا ابني. انا حاسه بالمرض وعندي المرض، كيبقى فيا المرض، بقاو فيا الناس. اللي خطاتو صحيحتو؟ صحيح هي كلشي اخويا. وتمن الوقفه اذا كانت تسيرش من مراتي ضعيفه. انا ما خدامه والو. كاري هنا. كريتي هنا في كازا. كريت في كازا باش تعالجي بنتي. انا قلت لي امرا ما عنديش، انت ارتاحي حنا عليا الناس والجواد او لا قط ونعطيك. كتدق عليا كتقول لي انا ما عارفاش هادشي، ما عارفاش هادشي. انا كنعرف غير فلوس. ثلاث شهور قلت باقا ما مخلصاهاش ليها. والعلاج ديال بنتي؟ والعلاج لا حول ولا قوة إلا بالله.
بنيه صغيرة بنيه صغيرة بنيه صغيرة بنيه صغيرة الله يشوف من حالها كانت مسكينه مسكينه وما لقاش لا جهد حتى هي كتعاني. بالنسبه للشعار كيطيح طاح طاح مسكينه كيطيح لها في الفراش في كل شيء جبانها كل شيء. اختي ان شاء الله غتعالجي غتولي بخير ان شاء الله غتولي بخير ان شاء الله. ما بغيتش نبين مسكينه باقا صغيوره باقا صغيوره. شوف 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 انا كنت من انا كنت من رسالتك توجهها لوزاره الصحه شي مسؤول في وزاره الصحه يتكلفوا بالابنه ديالها. الله يبغيت ربي يجازيهم بالخير هادشي اللي كنطلب. وزاره الصحه شنو تبغي تقول لوزاره الصحه؟ كنطلب منهم الوقفه معايا ومع جميع المسلمين جميع المرضى السرطان يوقفوا معاهم ويشوفوا فيهم راه عندهم اجر كثير مع الله. راه حتى حاجه ما كاينه والو حبيبي هذه هي اللي غنعاود لكم انا ما عارفاش جيت لكازا ما كنعرفش يجي لكازا ما كتعرفيش ما كنعرفش ناقي درك راه وليت كنعرف كل شيء كنعرف الحمد لله على كل حال. هادشي اللي كنطلبوا الله يشوف فينا وفي الحبيب. يا الامنيه ديالك اختي شناهي؟ الامنيه ديالي تحقق يشوفوا في وليداتي ويجمعوني مع ولادي. بغيتي تجمعي مع وليداتك بغيتي تشافي وتر بغيتي تجمع الشمل مع وليداتي هي الامنيه للمحسنين راه ما غيخيبكمش بالله. راه نتوما اللي بغى الحج ها هو الحج قريب يحج هنا يحج يجي لبلاصه السرطان بلاصه السرطان معاناه كبيره. يا ربي نجي ندير الخيرات في السبيطار وفي هذا الربعين يا خويا في الربعين الله يعطف القلوب عليهم يا ربي يعطف القلوب وغاد القلوب ديال المحسنين راه ما غيخيبهمش الله راه غيجازيهم الله بهذا الخير. واخا وليدك شحال خليتيه عنده من عام؟ خلي عنده عامين. عنده عامين شحال تفارقتي معاه شحال كان عنده؟ تفارقه معايا دركا ثلاثة سنين حسب شحال عنده. اه دابا عنده عامين مسكين. شحال باش تفارقتي معاه؟ ما كيعرفنيش ما كتجيبو عندي امي ما كيعرفنيش هو كنطلب منه. ولدك الا كان الا كان كيسمعك وليدك شنو تبغي تقولي لوليدك؟ انا بغيت وليدي يبرك حدايا ونعنقو ونكونوا مجموعين حدايا ولادي كامل كنبكي في الليل ما كنعش كنقول انا بغيت وليدي يكونوا حدايا مجموعين هادشي اللي كنطلب من الله. انت ما كتشوفش يا حبيبي يا خوتي الله يشافيها والله يعافيها والله يسمعك اخبار الخير ربي يسهل عليك الله يسمعك اخبار الخير. مرحبا خليك مرحبا خليك غتدوري بنتي وجهك بلاش بلاش خليك 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 غيدوري وجهك مش ما تبانيش. مشاهدي قناه شوف تيفي شوفوا الله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين. انا اتكلم نيابه عن هذه السيده هذه لان السيده الباديه ما عارفاش كيفاش تكلم مسكينه ما عارفاش مجموعه من الامور ما عارفاش فين تمشي ما عارفاش فين تجي. انا والله القاسم ما كرهتش وزارة الصحة أو مندوب وزارة الصحة مندوب وزارة الصحة تابع لمنطقة أنفا أو لوزارة الصحة أحد المسؤولين. شوفوا بنية كي قداش مريضة مرض سرطان المعاناة ديالها كبيرة وجاية من جمعة فوكو كارين هنا غير بيت مساكن. والله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير والله يرحم الوالدين اللي في قلبه الرحمة انه يتصل بالرقم 07-12-36-03-19 الله يرحم لكم الوالدين ساعدوها ولو غير بالقليل ولو غير بالقليل. الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير. انا كنطلبكم وكنترجاكم المغاربه مازال فيهم الرحمه مازال فيهم مغفره مازال متضامنين مع بعضياتنا. الله يرحم لكم الوالدين انا كنعاودها وكنكررها كلم نيابه عن هذه السيده هذه مهمتي الله يسمعك اخبار الخير. المشاهدين الكرام غادي نودعكم على ما نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء ان شاء الله ما يكون